الإمام الحسن عاش مع النبي 7 سنوات، يعني أهم سنوات تكون شخصية الإنسان. شخصية الطفل تتكون خلال 5 سنوات الأولى، فيما بعد كله تفاصيل. وهذه المدة كان الإمام الحسن وكان الإمام الحسين في حضن رسول الله، حتى أن الإمام علي بالإضافة إلى البقية كانوا يعتبرون الحسن والحسين ابن رسول الله، ابن رسول الله. قيل للإمام علي سلام الله عليه، كان يقدم في المعارك محمد بن الحنفية، طبعا في بعض المعارك أيضا الإمام الحسن، لكن قيل أنه لما تقدم محمد بن الحنفية على الحسن والحسين، قال هما ابن رسول الله، أما هذا فهو ابني.